انا اعلم وكثير علمته وكثير طلعوا وفتحوا كراجات. عمالي لازم اعلم انا، انا ما خلينه الجويدي بس يجيب ماي وكذا، اعلمه لان طلعته اجيال هم قبلهم، علمته كثير ناس طلعوا فتحوا كراجات والحمد لله على اسمعي يمشون. نحن الشغلاي اهم شيء انه الدقه بالعمل، ما يهمني فلان وعلان، نحن شغلنا الترتيب، المعجون مالتنا لازم رقم واحد، واعلمهم انا ما انه يعني اجيبه اقول له فلان شيء وانسحب، لا اظل معانه الا تكمل الشغلاي نقتنع بيها حتى حكي ما يجينا. كثيرين انا اعرف انه بالصناعه هون كثيرين يعني ما يعلم، يصير عنده سنه وسنتين وما يعلمه، يخلينه بس جيب شاي جيب ماي وما يعلمه، ينوش سقلاي يجيب له ثنر. لا انا اعلم، انا اعلم لان غدا يفتح جراج حتى اسمي يزيد، هذا كان يشتغل لما احمد حراري، هذا فلان هذا علان، ضروري هكذا. انا اعلم وكثير علمته وكثير طلعوا وفتحوا جراجات، من السقل تنظيف البازات الكذا، يعني كثير بيها امور نويعم، شغلة الصبو بيها نويعم كثير، يعني ما مثل حداد فيتر فتح قطعة جاب، لا سقلاي تتنظف لازم، بازم الماي نظيفي تمسح القطعة، ملابس نظيف يكون، يعني ما بيها وسخ وكذا لأن يأثر على الصبو كله هذا. محمد صار صبار من السيارات. أصلا صار تشتغل صبار ويا منو؟ والله اشتغلت هنا يا جماعة يعني فترة، بس جيت هنا تعلمت منه أبو شابين أو أحمد الحراري. علمني على السقل بالبداية، توجهني على السقل زين، هسه علمني على المعجون، الحمد لله هسه خلفه رقم واحد يمه.